السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كانفا من المواقع القوية جدا اللي تقدر تعمل بيها تصميمات مختلفة كتيرة. ممكن تعمل مثلا دوكومنتس بالشكل دوت. ممكن لو انت عايز تشرح حاجة بسرعة تروح داخل على الوايت بورد وتبدأ تشرح زي على سبورة كده. ممكن تعمل باوربوينت، ممكن تعمل حاجات خاصة بالسوشيال ميديا، حاجات خاصة بالفيديوهات، وتلاقي تمبليت كتيرة جاهزة تشتغل عليها. طيب هنا لو دوست هنا هتلاقي برضو في حاجات كتيرة مختلفة ومتنوعة. طيب احنا عايزين بقى المرة دي نشوف ويب سايت. دي من الحاجات الجديدة في كانفا، ان انت تقدر تعمل موقع كامل على كانفا بسهولة شديدة جدا، يعني فوق الوصف. طيب خلينا مثلا هقول له education website، نبدأ نشوف الشكل اللي هو يدونا. زي ما انت شايف هي نفس الواجهة لو انت بتشتغل صور فيديو زي ما انت عايز، تمام، بيديك الشكل دوت. وانت هتلاقي هنا في الديزاين هتلاقي اتخاذ التمبليت، تقدر تختار التمبليت اللي انت عايزه. ممكن مثلا نختار مثلا دوت apply to 8 pages. طيب ايه الموضوع بقى؟ الموضوع ان انا مثلا اقدر اجي هنا على التكست دوت واقول له اغير في الشكل بتاعه، اغير في الفونت نفسه، اغير في الكتابة لو انا حابب. اقدر ادوس دبل كليك واقول له مثلا الموقع ده انا هسميه عمر سليم. طيب زي ما شايف الموضوع سهل جدا. تقدر تغير الستايل، الفونت لو انت حابب، تقدر تعمل محاذاة، تقدر تعمل مؤثرات كتيرة جدا عليه، تقدر تعمل انيميشن حركة بحيث اول ما يفتح الموقع يبدأ يعمل حركة بالشكل دوت. انا كنت ما بحبش الموضوع دوت لان هو بيتقل الموقع بتاعك، ماشي. تقدر تعمل تضيف نوتس ملحوظات ليك انت، تقدر تقفل صفحة معينة بحيث ما حدش يقدر يشتغل عليها، تقدر تعمل دوبليكيت يبقى عندك صفحتين، تقدر تضيف صفحة تانية. طيب احنا عندنا كام صفحة دلوقتي؟ اهمت بيج 1 تو 8. تقدر تخش مثلا على رقم 2 لو انت حابب من هنا، او تسحب البقرة بتاعت الماوس لتحت بالشكل دوت، او هنا نشوف بقى الصفحات نقدر ان احنا نعدل اماكنهم، نقدر ان احنا نغير الرقم بتاعهم مثلا نسميه اكس مثلا بالشكل دوت. تقدر تعمل ديليت ليه الصفحة. في حاجات كتيرة تقدر ان انت تعدل فيها بسهولة. ممكن تضيف صفحة جديدة لو انت حابب، ممكن تخفي صفحة. طيب انا عايز اعمل هنا لينك. لينك يعني ايه؟ يعني اول ما ادوس هنا يوديني على حاجة تانية، يوديني على مثلا هقول له لينك، بيقول لي انت عايز تروح لأنهي واحدة، اقول له انا عايز اروح مثلا الصفحة رقم 5، تمام، وعايز تظهر كلينك مثلا. اوكي طيب انا مش عايز كده، ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز اضيف لينك اهوت. ممكن تديله بقى موقع مثلا صفحة الفيسبوك بتاعتك او كذا، تكتب له، ممكن تاخد اللينك بتاع كانفا ده هنا وتديله بالشكل ده وتقول له دان. يبقى كده اللي هيدوس على دوت هتفتح له الصفحة بتاعت كانفا. طيب لو انا علمت على اي صفحة فيهم وقلت له ان انا عايز البوزيشن، بيبدأ يجيبهم لي بالشكل دوت. ابدأ ان انا ارتبهم لو انا حابب، اي واحد فيهم اللي فوق تبقى فوق، اي واحد فيهم الترتيب هنا، وكل صفحة فيهم بيبدأ يجيب لي كل العناصر الموجودة عشان ابقى عارف الترتيب بتاع العناصر اللي موجودة. طيب تقدر تضيف طبعا element، يعني لو انت عايز تضيف اي حاجة انت عايزها تقدر تسحب وتحط. كل الصور وكل حاجة موجودة هنا، يعني عندهم مكتبة فيها ملايين الحاجات، تقدر تعمل select وتعمل كده. طيب الصورة دي عايز احطها بدل دي، اسحب وحط، هو يبدأ يعمل replace للصورة. عايز تكتب اي حاجة تقول التكست وتبدأ تكتب مباشرة. ممكن ترفع صور من عندك من على الكمبيوتر وتبدأ ان انت تعمل دراج اند دروب او يعمل ريبليس للصور بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل بريفيو. بريفيو دي ممكن تعملها اصلا قبل ما تعدل اي حاجة في التمبليت، تمام. هيبدأ يجيب لك الصفحة بتاعتك هتبقى ظاهرة ازاي وتبدأ تتفاعل معاها. ده هيبقى الموقع بتاعك. طيب المفروض ان يبقى في نافيجيشن منيو، زراير فوق كده بحيث ان انا اروح المكان اللي انا عايزه، فانا فعلتها بحيث انها ايه بتسهل عليا الشغل.
تمام، يعني مثلا اللي احنا سميناها بس اللي هي اكس اكس اكس، لو انت سميت كل واحدة فيهم كل اللي هسميها هيبدأ يظهر معايا هنا. طيب عايز اعمل بابلش، فبيقول لي ان انت ممكن تعمل بابلش مجاني فري تمام، او تعمله بفلوس. بيقولك ان هو هيظبطهولك على الموبايل. اللي احنا اخترناه ده كان عليه نجمة، فاللي عليه نجمة ده لازم بفلوس، انما في حاجات تانية بتبقى ببلاش. اللي ببلاش اللي هو ايه، هيبقى مكتوب كانفا سايت كذا 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 تمام، اللي هو دوت اللي هو هتسميه عمر سليم ات ماي كانفا تمام. بس الفكرة كلها ان انت بتخش مختار حاجة يكون فيها علامة التاج ديت، ماشي. خلاص يبقى ده الموقع بتاعك، واي حد هيدخل عليه هيشوف الصفحة اللي انت عملتها.